لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام، ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام. من قال إن التلاقي له أو سلام بالإيد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد؟ دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال، وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليه.